الدوبلاج فن كتير مهم. في عدد من الأشخاص بيفكر إنه الدوبلاج هو فويس أوفر، وهذا خطأ. الدوبلاج هو عبارة عن دراما ورسوم متحركة. يعني أهم شيء كيف بدك تدبلج الشخصية، إنه هيدي الشخصية اللي هي باللغة الإنجليزية أنت تدبلجها بلغتك العربية الفصحى بشكل يطلع ليبسينج 100%، يعني كأنه عم يحكي عربي. كيف بيتم استحضار الكاركتر؟ يعني الثعلب، تطلع على الثعلب، الثعلب محتال، بدك تدرس شخصيته. فممكن الثعلب كمان بدك تشوف في عنده ضحكة مميزة للثعلب. حسناً، يجب علينا أن نتكلم في هذا الأمر. هيدا هو الصوت، صوت الذئب، في خشونة بالصوت. حسناً، يجب علي أن أكلمك الآن. طيب الدب هيك ناصح، وكمان يعني فينا نقول هيك مستهبل يعني. ولكنني لا أعرف ماذا تقصدين بذلك. طيب في أصوات مثل الفارة مثلاً، صوت صغير وهي صغيرة، كيف بدك تستحضره؟ لدينا مهمة صباحية تعرف كيفية الدوبلاج. ماذا؟ لما الاستغراب؟ اسمع، لدينا استضافة من الجزيرة هذا الصباح وستكون مميزة. ترى أين الجميع؟ هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم كل يوم. ليوصل الإحساس المشاهد، من المهم جدا أن المدبلج يعرف يجسد الشخصية ليعيشها بكل تفاصيله. مثلا صبي بيبكي مثلاً، أريد أمي. مثلاً إذا عم يضحك، أمي أنت هنا. مثلاً وإذا عم بيصرخ مثلاً خايفاً، النجدة. تعطينا إحساس وبيطلع تمام 100%. أوكي اتفقنا؟ أوكي يلا عزيز يلا. كتاب الدوبلاج، يا للروعة. من يريد أن يتعلم الدوبلاج عليه أن يقرأ. هل تريد أن تتعلم فن الدوبلاج؟ أتمنى، ولكن كيف ذلك؟ ماذا يمكن أن أفعل لكي أصبح مدبلجة؟ عليك أن تكوني موهوبة مثلي. كيف ذلك؟ فعلا هذا سؤال منطقي، كيف ذلك؟ لكي تصبح مدبلجا عليك بالتقليد أولا. أنت تقصد أن أقلد بهذه الطريقة؟ هذا صحيح، وأنا يمكن أن أقلد الشرير أيضا. كيف حالكم جميعا؟ هل يمكن أن أتعلم كيف أقلد باتمان ودوناتيلو مثلاً؟ فلنتدرب، هيا بنا.